السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا مقطعنا راح يكون من اكثر المقاطع المهمه، لخص لكم اشياء مهمه كلها بمقطع واحد، فلازم انك تشوف هذا المقطع حتى على الاقليه تستفيد لو من شغله واحده. فقبل البدايه اللايك والاشتراك جدا مهمات، وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى كود الشباب YZYDD. جماعه اللي يشوف المقطع ما يحب يشترك في القناه وما يحب يسوي لايك، فاوعك تنسى اللايك والاشتراك، اتمنى انك ما تنسى. فيلا نبدا الرقصه قدامكم، تكلمت عنها بمقطع سابق بس متاكد انه في منكم ناس نسين موضوعها. ليش حبيت اتكلم عنها مره ثانيه؟ لانه اليوم فورتنايت او ايبك جيم بدات تتوزع للناس هاي الرقصه، فانا كمان كنت نسيها او خطرت على بالي. فلا تنسى انه هاي الرقصه الكل بيقدر يفتحها عن طريق انك تلعب مع 5 اصدقاء مختلفين بهاي الفتره، معاك من الان الى 6-1، بعد 6-1 بتروح عليك. فكل مطلوب منك تلعب مع 5 اصدقاء مختلفين. فافضل طريقه تدخل جيم سكواد مع 3 اشخاص من اصدقائك، هي 3 من 5 صار. الجيم اللي بعده فوت سكواد او تريوس مع 2 غير الثلاثة لعبت معهم، فهيك انت بتكون بجيمين لعبت مع 5 اشخاص وفتحت الرقصة على طول. طيب عزيزي المشاهد، انا زمان ما نزلت جلتشات اكس بي ومو حاب انزل جلتشات بصراحة، بس راح اوريك الان طريقة بسيطة او جلتش بسيط بيعطيك 100,000 اكس بي بكل سهولة. عندك هذا التحدي، العب مواجهات، هو 5 مراحل، اول مرحلة 1 من 1، المرحلة الأخيرة مطلوب منك تلعب 25 مواجهة، 25 جيم، يعني من هون لأسبوع ما أتوقع أنك تخلصه. فكل مرحلة لما تعملها بيعطيك 16,000، هم 5 مراحل، 5 ب16 تقريبا التحدي هذا بيعطيك 85,000. فتخيل انك راح تسوي هذا التحدي عن طريق جلتش بسيط، فمطلوب منك تلعب دمدمة الفريق او تيم رامبل وتروح عند اي صخرة، لانه بالتيم رامبل تقدر تفتح الجلايدر قد ما بدك، وبدك صخرة عشان تضلك تنط من فوقها ويفتح الجلايدر. ايش دخل الجلايدر بالمواجهات؟ مو عارف، هيك الجلتش. كل ما تفتح الجلايدر بيحسبوا لك مواجهة، هيك الجلتش حاليا شغال. فالحق سوي التحدي بهذا الجلتش قبل ما يتقفل الجلتش، وبعديها تحتاج 25 مواجهة، فموضوع صعب. طيب اول هبوط بتهبطه على الارض بحسب لك 1 من 1، بخلص لك المرحلة الاولى لانك كنت فاتح الجلايدر. بعدين اقفز من فوق الصخرة، اي صخرة بدك اياها، هي بدأت المرحلة الثانية 1 من 3، وهي 2 من 3. المرحلة الثانية سهلة بس 3 مرات يعني، فاعتبر الجلايدر عبارة عن مواجهة كأنك لعبت جيم. فهي كمان 16,000 غير 16 الاولى، فايزي. الان المرحلة الثالثة 10 مرات، والمرحلة الرابعة 15 مرة، والمرحلة الخامسة والأخيرة 25 مرة. فراح أسرع المقطع عند آخر التحدي برجع لكم. طب الآن احنا 24، هاي 25، بس خلص التحدي. أخذنا 16,000 5 مرات، يعني 85,000 بجيم واحد، اخذ معي 2 دقيقة تقريبا. طيب انا قلت لكم 100,000، راح اكملها على 100,000. عشان اكملها 100,000 عندك التحدي الثاني بيحكي لك زين اشارات المرور. هسا احنا عملنا التحدي الاول، هو 5 مراحل، اعتبروه 5 تحديات. فالمرحلة هاي اللي قدامكم اكمل 6 من مهام هذا الاسبوع، كاتبين 5 من 6، فباقي التحدي اذا عملناه بصير عاملين 6 من 6 وبعطونا 30,000. فتحدي زين اشارات المرور اسهل واحد فيهم، حط لك اماكنهم بالخريطه، فكل عليك تروح عند 3 اماكن وتزين اشارات المرور وبكل سهوله اعطوك 16,000 زائد 30,000، تقريبا نقدر نقول 140 او 145,000 طلعنا من التحديين اللي عملناهم بكل سهوله. فهذا اسرع لك حتى من جلتشات الاكس بي. طيب خليني اوريكم بس هاي الشغله، بعدين اتكلم عن الفي بوكس واتكلم عن عروض الاشياء اللي عملتها ايبك جيم. كمنت جوائز قلت لك قبل فتره، لو تفتح ال4 جوائز هاي بعدها تقدر تفتح السكن الاحمر، ما في داعي تستنى للاخير. ففتحت اول جائزه اللي هي ايش اول جائزه؟ هاي اللون. فنفتح الجائزه اللي بعدها اللي هي الموسيقى، واضح انها موسيقى يعني، بس بدي افتح ال4 جوائز عشان اوريكم اني بقدر بعدها افتح السكن البنت الحمراء. هاي فتحنا الموسيقى. الجائزه الثالثه هذه هي الورديه اللي عليها اصفر، اوكي هاي الرقصه. ظهر الجائزه الرابعه، بعدين نفتح السكن اللي هي هاي، اوكي موشن. الان تقدر تفتح السكن، جائزته الخضراء الكبيرة، اذا ما كنت فاتح الاربعة ما راح تقدر تفتحه، فالان قدرت افتحه بكل سهولة لاني فتحت الاربعة المطلوبات مني. فلو ما كنت تعرف هاي المعلومة هيك عرفتها، سوي لك. طيب الان نتكلم عن موضوع الفي بوكس والعروض اللي مسويتها فورتنايت. عندك 3 حزم اللي هون فورتنايت عامل عليهم عروض خرافية. عندك الحزمة الاولى 4 سكنات بدل 20 دولار عملوها ب 12 دولار، يعني خصم 8 دولار. الحزمة اللي بعدها 3 سكنات بدل 15 دولار خلوها 9 دولار، كمان 6 دولار اتوقع. فخصم خرافي. الاحلى من هيك هاي الحزمة. هاي الحزمة من 12 خلوها إلى 8.5 تقريبا، بس أحلى شيء إنه معها 1000 في بوكس بدون تحديات.
تشتري هالحزمة بعطيك 1000 على طول، فيش داعي انك تسوي تحديات. فانا بشوف بدل ما تشتري 1000 بوكس بسعر 8 دولار نفس سعر الحزمه تقريبا، ناوي تشتري 1000 بوكس، لا تشتري 1000 بوكس، اشتري الحزمه، بتستفيد حزمه ومعها 1000 بوكس، فما في داعي تشتري 1000 بوكس لحالها وما دام في حزمه بتعطيك 1000 بوكس ونفس السعر تقريبا. هسه بيجي واحد يقول لي زيد اوكي بس في حزم ثانيه بيجي معها 1000 بوكس، شو الفائده يعني؟ الفرق بين هاي الحزمه والحزمه الثانيه انه ال1000 اللي معها هاي الحزمه ما له تحديات، بيعطوك اياها على طول. الحزمه الثانيه زي ما تشوف قدامك هاي مثلا معها 1000 ولكن معها كتاب تحديات، بدك تسوي التحديات وجع راس بعدين يعطوك ال1000، فالمهام انت يمكن مش فاضي تسويهم، فاكسب راحتك اشتري هاي الحزمه معها 1000 بوكس على طول. انا راح اجرب اشوف بيعطوني 1000 على طول، طبعا معي 800 في بوكس، الان راح اشتريها قدامكم عشان نشوف فعليا راح اخذ 1000 بوكس بدون تحديات ولا لازم تحديات. دان شريتها، شوف الفي بوكس تاعي زاد الى 1800، اعطوني 1000 على طول بدون اي تاخير. فهيك بدل ما اشتري 1000 لحالها بنفس السعر، لا شريت 1000 مع حزمه بنفس السعر 8 دولار. السكن ما اعطوني اشعاره مش عارف ليش، ايوه هذا هو بس. فبشوف افضل طريقه اذا انت كنت حاب تشتري 1000 بوكس 8 دولار، افضل طريقه تشتري هاي الحزمه بالفتره هاي لانه عليها خصم، بعد فتره راح يشيلوا الخصم وترجع سعرها الطبيعي. اخر معلومه بتكلم عنها، فورتنايت عامله او ايبك جيم بالمتجر تاعهم اللانشر عاملين ايبك كوبون، عاملين كوبون خصم بخصم لك 25%، الكوبون خرافي، طبعا لازم تطالب فيه، تفوت عليه بتكبس جيت ماي ايبك كوبون. قبل كان يعطونا 10 دولار ثابته بس ال 25 حسيتها افضل، ليش؟ لانه ممكن لو لعبه سعرها غاليه الخصم ما يكون 10 دولار بس، لا يصل اكثر، يعني مثلا لعبه او شيء شريته سعره 100 دولار فخصم 25% راح يكون مو 10 دولار راح يكون 25 دولار خصم، فتخيل حسب السعر بيكون الخصم. فمثلا بدي اشوف انا قد اوفوار، مع انه رخيصه قد اوفوار يعني تقريبا 30 دولار الان حقها، فاشوف كم الخصم عليها، اتوقع بيطلع 8 او 7، 7 دولار ونص الخصم. فلو اللعبة كان سعرها 6 دولار او اكثر بيكون خصم خرافي فوق ال 15 دولار فوق ال 20 دولار وهكذا. شايفين مكتوب كوبون ديسكاونت، هون بيكون مكتوب لك كم الخصم كان حسب شو اللعبة اللي بدك اياها. ولا تنسى كود الايتم شوب واي زد واي دي دي، بيكون دعم كبير الي اذا حبت تشتري اي شيء من ايبك جيم او اي حزمة من فورتنايت. فبس شباب بالنهاية راح صوتي، قدروا تعبي بلايك واشتراك في القناة ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ومع السلامة. وين مع السلامة؟ نسيت اهم شيء، بحكي لك بدأ دونالد مستارد مؤخرا في متابعة كريس برات على الانستغرام. طبعا كريس برات ممثل اجنبي، افلامه القادمه بسنه 2023 فيلمين، حراس المجره والفيلم الثاني سوبر ماريو. على حسب اعتقادي هم تعاقدوا مع حراس المجره من قبل مع شخصيات ثانيه، فاتوقع التعاقد راح يكون مع ماريو سوبر ماريو، فاحتمال كبير بدايه سنه 23 يعني بشهر واحد وهكذا نشوف فورتنايت تنزل او تتعاقد مع سوبر ماريو. فبس هذا هو الخبر المهم، مع السلامه.